الحمد لله رب العالمين. شوي لو صعدها يا ابو صعدها ناس. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من سار على نهجكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم. وردت هذه الآية المباركة في سياق آيات تتحدث عن صفات المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية المباركة في الحقيقة تقرر أيضا صفة من صفات المؤمنين. شنو هاي الصفة؟ الصفة هي التوق إلى تحمل المسؤولية. يدعون من الله سبحانه وتعالى أن يهبهم مو فقط ذرية، أن تكون هذه الذرية بمستوى ماذا؟ أن تكون قرة أعين. فهو يريد ذرية، يطلب الذرية، وأن تكون هذه الذرية قرة عين له. في الواقع حتى تكون الذرية الأولاد قرة عين، القضية ما تأتي اعتباطا، يعني ما تأتي وليدة صدفة أو حظ ضربة حظ مثلا، أو لا، في الحقيقة هذا مشروع، ومشروع مو سهل، مشروع يحتاج جهد ويحتاج تعب ويحتاج اهتمام ويحتاج، في الحقيقة يعني القضية مو سهلة. يعني أنا أرجو أنه الأب والأم الأبوان اللي يشوفون نفسهم غير قادرين على الاهتمام بالأولاد لا ينجبون أولاد. تشوف نفسك قادر على الاهتمام بطفل واحد يكفي، تشوف نفسك قادر على اثنين يكفي، لأنه المسألة مو مسألة أنه جيبوا والله الحافظ لا موج، يعني القضية تحتاج قلت لك إلى اهتمام كبير
وتحتاج إلى تواصل. إحنا الآن نمر بمعضلة، هذه المعضلة إذا صح التعبير خلينا نطلق عليها الفاصلة الجيلية إذا صحت العبارة، بمعنى أن هناك تفاوت حصل الآن خصوصا في عصرنا الراهن، حصل تفاوت كبير بين جيل الآباء وبين جيل الأبناء، تفاوت ما كان مسبوق. يعني الأجيال التي سبقتنا، الأجيال التي سبقتنا التفاوت عادة لما كان يحصل تفاوت بسيط، أو ربما أحيانا حتى ماكو تفاوت يعني بين جيل وجيل، يعني الأجيال متشابهة كانت، الظروف متشابهة، جيل آبائنا مع جيل آبائهم، جيل آبائهم مع جيل آبائهم، كانت الظروف تكاد تكون متشابهة. أم حتى جيل آبائنا معانا أيضا كانت الظروف، يعني إذا كان هناك تفاوت فبسيط جدا. أما التفاوت بيننا وبين أبنائنا حاليا، لا، أصبح التفاوت كبير جدا، ويوم من بعد يوم يزداد هذا التفاوت. يزداد ماذا؟ يزداد اتساعا، اللي هو تزداد اتساعا، والتفاوت يزداد حجما. يعني احنا قادمين على الذكاء الاصطناعي، بعدنا ما طبق الذكاء الاصطناعي راح يقلب الدنيا بشكل آخر، بعد ورانا تكنولوجيا النانو، ما نعرف ايش راح يصير، ايش راح تعمل ما تعمل. بعد انت شوف الآن وجه الحياة، الآن قارن هذا الموجود عندنا الآن، قارنا مع افرض بداياتنا احنا كآباء، وشوف وجه الحياة كم منه تغير، كم النسبة المئوية التي تغيرت، نسبة كبيرة. فإذا القضية تستحق في الحقيقة منا اهتمام، وتستحق أن نبحث عن أدوات للتواصل بيننا وبين أبنائنا. مو إذا ما حصل التواصل يضيع الجيل، جيل أبنائنا يضيع إذا ما قدرنا نوجد هسه قد واحد يقول شنو التواصل سيدنا، أبنائنا ويانا وبالبيت وهنا وكذا. أقول لك أوضح مصداق على هذا التفاوت وهذا الانفصال عدم حضور أبنائنا في مجالسنا، بل حتى في البيت. أنت حتى بالبيت تشوف الشاب الآن ذكر أو أنثى بلا فرق، تشوف الشاب هو صانع عالم الخاص، عنده عالم الخاص، مو مع أهله، هو صحيح معاهم في البيت، لكن هو اهتماماته ومشاكله وأنسه وانسجامه كله مع عالم آخر، هو صانع عالم إله، فهو مع أهله لكنه مو معاهم يعني. ومجالسنا أيضا تشوفون عدم حضورهم، عدم وجودهم، ليش؟ لأنه هناك انفصال يحصل بيننا وبينهم، بين اهتماماتنا وبين اهتماماتهم، بين لغتنا وبين لغتهم، بين مشاكلنا وبين مشاكلهم، بين تطلعاتنا، بين فهمنا ورؤيتنا للحياة وبين فهمهم ورؤيتهم للحياة. تفاوت لا يمكن الإغفال عنه يعني. طيب، إذن نحن بأمس الحاجة إلى أن نوجد ونجهد. يا أخي أنت شوف الآن، أنت تشتري لك جهاز كهربائي، جهاز كهربائي بليد، جهاز الكهربائي بليد، ما يفكر، ما عنده مشاعر، مع ذلك ينطيك وياه كتاب كامل اسمه الكتالوج، شلون تستعمل الكتاب، شلون تستفيده، شلون تتجنب أضراره، شلون تستفيد من عده بالغايات القصوى، صحيح ولا لا؟ طيب، يجي ولد وأنا ما أعرف شلون أتعامل وياه، أنجب لي طفل وأنا ما مستعد، ما متعب نفسي أصلا أنه أبحث كيف أتعامل مع ابني في ضمن هذه المعطيات والمتغيرات السريعة الحاصلة في الحياة، ما عندي معرفة. لا الآباء ولا الأمهات يسعون بجدية
لتطوير إمكاناتهم الذهنية في سبيل أنه يحاولون يتواصلون مع أبنائهم على الأقل. زين، أنت هذا جهاز كهربائي يعطيك وياه كتالوج حتى تعرف شلون تتعامل معه. الطفل هذا اللي هو إنسان، هذا الكائن المعقد، الإنسان كائن معقد، كائن لا يعلمه إلا الله عز وجل الذي خلقه. طيب هذا شلون أنا أتعامل وياه؟ لابد تكون عندي معرفة، لابد تكون عندي ثقافة، لابد تكون عندي استعداد أن أبذل جهد للتعلم حتى شلون أتعامل معه. للأسف يعني بعض الآباء والأمهات يستكثر حتى الحضور بمحاضرة ممكن أن يستفيد من عدها لكيفية التعامل مع أبنائه. زين، إذا نحن نحتاج إلى التواصل وهي ضرورة من الضرورات في الحقيقة في وقتنا الحالي، ضرورة من الضرورات للتواصل بيننا وبين أبنائنا. هسه أولا خلي نتساءل شنو معنى التواصل؟ يعني كيف يتحقق التواصل؟ ما هو المعيار أنه حصل تواصل لو ما حصل تواصل؟ كيف نعرف التواصل؟ شنو معنى التواصل؟ التواصل مع الأبناء معناه هل استطعنا أن نترك أثرا في نفوسهم؟ يعني أنت عندك شيء قدرت تقنع ابنك بهذا الشيء؟ قدرت تقنع ابنك أن هذا العمل صحيح وهذا العمل غير صحيح والتزم به؟ قدرت تقنع ابنك أنه هذا المفهوم صحيح وهذا المفهوم غير صحيح؟ بقدر ما تؤثر به أنت تواصلت معه. من تأثر به معناه هو مرتبط معك. إذا ما أثرت به الأثر اللي تركه به، يعني أنت هل ترى نفسك، بعبارة أخرى هل ترى نفسك في ولدك؟ شو يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يقول في وصيته لولده الحسن سلام الله عليه، يقول رأيتك بعضي بل رأيتك كلي، يعني كل طموحي كل ما أردته تجسد فيك. رأيتك بعضي بل رأيتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني. كثر ما أنا مرتبط بيك وأنت مرتبط بي، كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت إذا دهاك دهاني، فعناني من أمري فعناني من أمرك ما عناني من أمر نفسي. كثر ما أنا مهتم بنفسي ومعتني بنفسي بتربيتها فأنا كذلك معتني بك. فإذا مقدار ما يأثر ما يزرع القيم، يقولون في يوم من الأيام سألوا أحد الصالحين كان يطوف، هذا مواظب على السعي في قضاء حوائج الناس، وذولا موجودين في أوساطنا ما نعدم وجودهم في أوساطنا جزاهم الله خير. هذا كان بالليل يطلع يتفقد المحتاجين، منو محتاج يوصل له معونة. فسألوه قالوا له أنت هذا منين تعلمت هذا السلوك العظيم هذا؟ قالهم أنا تعلمته من أبي، أنا لما كنت طفل، لاحظ التأثير كيف يحصل، لاحظ القيم كيف تزرع في نفسية الطفل. يقولهم لما كنت طفل كان أبوي يعطيني المعونات بالليل ويأمرني أن أطوف على بيوت المحتاجين أنطيهم، فأنا تعلمت على هذا السلوك، صار ديدني هو هذا. شي يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصية من وصاياه لأحد أصحابه لكميل ابن زياد، يقول له يا كميل مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم. يقول له أنت علمهم المكارم، غذيهم بالمكارم، وبنفس الوقت مو بس مفاهيم، مو بس كلام نظري، لا تطبيق عملي. مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم، الرواح والمشي في النهار، ففي النهار يروحوا في كسب المكارم يتعلمون، أما في الليل ويدلجوا في حاجة من هو نائم. الإدلاج شنو؟ الإدلاج هو السير في الليل
يقول له بالليل خلي يسيرون في قضاء حوائج الناس ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أدخل على قلب سرورا إلا خلق الله له من ذلك السرور لطفا، فإذا نزلت به نازلة أسرع إليه ليطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. فالغرض أن الإمام سلام الله عليه يقول له إذا تربي أبنائك ربيهم على كسب المكارم وعلى قضاء الحق باعتبارها قيم. شوفوا التأثير مو أنت تأثر بالطفل، تارة تأثر بي في سلوكه، وتارة تأثر بي في أفكاره، أفكار تغيرها، وأخرى في مشاعره، ماذا يحب وماذا يكره، متى يحب ومتى يكره. المشكلة أن بعض الآباء، طبعا لما أقول الآباء أقصد الآباء والأمهات، بعض الآباء يركز على السلوك فقط، يعني هو يتحسس لما ابنه يتصرف تصرف غير مقبول مثلا، ويأكد ويركز على هذا السلوك. في آخر أنت لما شفت السلوك، لأن السلوك ظاهر، أمر ظاهري، لكن اللي أخطر من السلوك القاعدة اللي انطلق منها هذا السلوك. هذا ابنك عنده قناعة معينة، عندك مشاعر معينة، أحاسيس معينة، هي التي دعته أن يتصرف هذا السلوك. فأنت ماكو فائدة تجي تظل تضيق عليه من أجل أن يمتنع عن هذا السلوك، وما تروح تبحث عن الأسباب اللي دعته إلى هذا الفعل. ماكو فائدة، هذا أمامك راح يتجنب هذا العمل، لكنه راح يعمله وراك، لأنه القواعد باقية، الأسباب الدوافع باقية. إذا استطعت أن تعالج الأسباب، نعم قضيت على السلوك. شايفين بعض الآباء يتحسس، كثيرا يتحسس ويلاحق ابنه لأنه يتصرف التصرف الفلاني، في حين هو ما يبحث شنو الأسباب اللي دعت ابنه يتصرف. لا تتصورون أن الإنسان كائن بسيط، قلت الإنسان كائن معقد، الإنسان ما يتغير حتى لو أراد أن يتغير، ما يتغير بيوم وليلة. يعني أنت لما تريد ابنك تتابع سلوكه، صحيح لابد أن تتابع سلوكه، لكنه أهم من السلوك أن تتابع ماذا؟ أن تتابع قناعاته، أن تتابع أحاسيسه، مشاعره. هذا ليش يحب هذا العمل؟ ليش يكره ذاك العمل؟ فلا بد أن يتابع وتزرع هذه القيم الخيرة في نفسه، حب الخير، تحمل المسؤولية تجاه الآخرين، احترام ذاته. هاي الأمور لابد أن يتعلمها وتزرع في نفسه. يقولون أم غاندي محرر الهند، أمه المهاتما غاندي، أمه كانت يوميا عندها الطقس عبادي في الصباح، في الصباح الباكر لما تخلص طقسها العبادي، يقولون كانت تأتي إلى أبنائها، عندها مجموعة أبناء، فتقبلهم واحد واحد، تقبله بجبهته وتلقنه، تقول له أريدك طول اليوم تردد بينك وبين نفسك أنا حر، أنا شجاع، أنا لا أقول إلا الحقيقة، حتى تلقن هذه المبادئ وقدرت تصنع منهم غاندي اللي على ضعفه استطاع أن ينجز تلك الإنجازات الكبيرة وتلك الإنجازات العظيمة. فإذا التواصل يقتضي ماذا؟ يقتضي التأثير بالأبناء. طيب الآن ننتقل إلى نقطة أخرى من نقاط البحث، وهو ما هي آليات التواصل، أنه كيف نخلق هذا التواصل، كيف نخلق التأثير في أبنائنا. في الحقيقة قبل أن نجيب على هذا السؤال نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى، لأنه الموضوع مهم جدا، الموضوع دقيق جدا،
الموضوع نحتاجه كل احنا يعني كلنا، هذه القضية تعنينا يعني، عندنا أولاد والمسألة تعنينا، ولابد أن نعرف أنه مو يجيك بعضهم يقول لك أنا عندي ابني عمره 20 سنة أو 25 سنة وهذا ترك الدراسة أو أخلاقه شوي مو مستقيمة، شلون أتعامل وياه؟ طيب أنت الآن تسأل شلون تتعامل وياه من صار عمره 20-25 سنة؟ مو هذا ضياع الآن، هو نتيجة مو سبب، هو نتيجة. أنت المقدمات وين كنت عنا لما كان 20 سنة؟ أنت ما سألت شلون أتعامل معه، الآن جاي تسأل شلون أتعامل معه. أولادنا إذا ما نتعامل وياهم من البدايات بطريقة صحيحة، صعوبة، ما أقول مستحيل، أبدا ماكو مستحيل، لكن صعوبة يصبح الأمر صعب أن يتغير فيما بعد. طيب شنو المقدمتين؟ المقدمة الأولى الدعاء. الإنسان مهما كان حريص على أبنائه، مهما كان مهتم بتربيتهم، لا يستغني عن الدعاء، يحتاج إلى الدعاء. ولذلك تشوف أنبياء الله عز وجل إذا أرادوا الذرية الصالحة يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن تكون ذريتهم صالحة، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يطلب من الله عز وجل. في دعاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، ربنا هب لنا، لا مو هب لنا، ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فيطلبون من الله عز وجل أن يهبهم ماذا؟ أن يهبهم ذرية صالحة، ذرية مسلمة لله عز وجل. فإذا لابد أن الإنسان يتوجه في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يهبه الذرية الصالحة. ولذلك كانوا الصحابة إذا ولد لهم مولود يجيبوا للنبي صلى الله عليه وآله، يضعه في حجره ثم يدعو له، يتيمنون بدعاء النبي أن يكون هذا الولد صالح، فيهتم بتربيته ثم يدعو الله عز وجل، مو فقط يقتصر بالدعاء ويتركه، والله أنا قاعد أدعو الله ما قاعد يستجيب لي، اللهم ارزقني ذرية طيبة، اللهم اصلح أولادي، وما باكو أولادي ما قاعد يأثر بهم، لا دعاء ولا لا. الدعاء مو علة كاملة، الدعاء مع السعي، مع أنك تهتم، يبقى أمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يوفقهم للطريق الصحيح. طبعا النبي صلى الله عليه وآله خصوصا دعوات الآباء والأمهات مستجابة بحق الأولاد، إذا كان الدعاء منطلق من قلب معترف بضعفه وحاجته إلى الله عز وجل، الله يستجيب تلك الدعوة. يقول النبي صلى الله عليه وآله حسب ما ورد عنه 3 دعوات لا ترد، الله يستجيبهم. بلا صوت رجاء إخوانا بالداخل، صلوا على محمد وآل محمد. 3 دعوات لا ترد، دعوة المسافر، ودعوة الصائم، ودعوة الوالد لولده، الوالد يعني الأم والأب لولده، لا ترد. فإذا أولا الدعاء لابد من عنده أن الإنسان يدعو أن الله يصلح ذريته. الأمر الثاني اعتقاد إمكانية التغيير. أكو مشكلة، بعض الآباء يقول لك ابني ما يصير له شارة، ابني ما صير له شارة، هذا بعد حكيته يا ردت كذا بعد ما صير فتركته، وهاي كارثة في الحقيقة، هاي معناه أسلمه للقدر. ماكو شيء اسمه ما يتغير، الإنسان مو جماد، الإنسان أحيانا ترى كلمة تغير، لكن نعم الإنسان ما يتغير بسرعة، الإنسان تغيره يتغير ببطء. لا يتوقع الأب أنه حكاله حكايتين ويا ابنه وابنه تغير إلى طريقة ثانية وإلى منهج ثاني وإلى قناعة ثانية، لا أبدا. لكنه مو معناه الكلمة لا
تؤثر والتربية لا تؤثر. اعتقاد الإنسان، إذا اعتقد الإنسان أنه خلص ابنه بعد استنفذ كل الطرق ووصل إلى درجة اليأس، هاي معناه هو بعد غير قادر على التأثير في ولده. لابد أن يبقى باب الأمل مشرع دائما مهما كان، يبقى الأبوان يأملان بصلاح ولدهما، لا يصل إلى درجة اليأس مهما كان. احنا شفنا كثير من قلت لك الإنسان بعض الأحيان ربما كلمة تغيره، موقف يغيره. قضوا بعضهم، بعض الشباب قضى لعشر سنوات 20 سنة ثم رجع إلى الصلاح نتيجة تأثر بكلمة سمعها في يوم من الأيام من أفرض والده أو والدته مثلا، أو سمعها من أحد آخر. أو لا يأس الإنسان، على كل حال الإنسان قابل للتغيير. كم وكم سمعنا وحدثنا التاريخ من أولئك الذين كانوا يبغضون أهل البيت سلام الله عليهم، بمجرد أن يسمع لكلمة من الإمام أو موقف، هذا اللي يجي يشتم الإمام الحسن سلام الله عليه من أهل الشام، كلم الإمام الحسن بكلمتين ثلاثة استوعب، قال له إن كنت ضالا أرشدناك، إن كنت معوزا أعطيناك، إن كنت. فالرجل تغير وضعه إلى الأحسن. لا نيأس. يجي واحد، هذا أبو أمامة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، يقول في يوم من الأيام إجا شاب إجا إلى النبي، كان يرغب بالزنا، نستجير بالله، يريد من النبي أن يأذن له بالزنا. فقال له يا رسول الله أذن لي بالزنا. يقول شربت عليه الأعناق، وعلى كل حال تحفزوا الصحابة أن يضربوه مثلا أو يطردوه، فنهرهم النبي صلى الله عليه وآله، قال لهم ما حد يتعرض له بسوء، تعال بني. قرب النبي، قال له يا بني أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. قال الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ لا يا رسول الناس لا يرض. عمتك، خالتك؟ وهو يقول لا. النبي يقول له والناس لا يرضونه لعماتهم وخالاتهم. بعدين وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على صدر الغلام، قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول أبو أمامة قام الغلام أو قام الشاب وأبغض ما إليه الزنا. تغير بكلمة صالحة، تغيرت قناعاته كلها، تغيرت. فالإنسان قابل للتغير، قابل للتبدل، قابل أن يغير مواقفه، عنده إمكانيات هائلة الإنسان. فلا ييأس الآباء الأمهات، ليكون في يوم من الأيام أخطر شيء إذا وصلوا إلى هذه الدرجة، إلى أنه إحنا أولادنا أصبحنا يائسين منهم وخلص أنا استنفدت كل ما عندي. لا، خليك مستمر وياه، ينصلح. هذا الأمر الثاني. نرجع الآن إلى التساؤل الذي أثرناه، أنه ما هي آليات التواصل مع أبنائنا؟ في الحقيقة هناك مجموعة من الآليات، طبعا كثيرة جدا، أحاول أن أجملها بالأهم. أهم تلك الآليات واللي يعتبر مرتكز في التربية هو تشييد الثقة في نفس الطفل. مسألة الثقة يا إخوان أخواتي الكريمات لنستهين بها، لها القدرة الهائلة على تحصين الطفل، تحصين الشاب بالمستقبل. مسألة الثقة، شوف لاحظوا إخواني الأعزاء، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده كلمة جميلة يقول: من كرمت عليه نفسه. الإنسان اللي عنده إحساس بكرامته وعنده إحساس بماذا؟ بقيمته، وعنده قوة في شخصيته، من كرمت عليه نفسه
هانت عليه شهواته. كلما استطعنا أن نشيد الثقة وأن نبني الثقة في نفس الطفل وفي نفس الشاب، نكون قد ساهمنا مساهمة فاعلة في تحصينه من المخاطر ومن الانحرافات. من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته، ومن هانت عليه نفسه، اللي ما عنده إحساس بكرامته، اللي ما عنده ثقة مهزوزة بنفسه، ما ربي على أساس يكون قوي الشخصية، شبيه هذا؟ ماذا يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يقول من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره. هذا بعد يروح في عالم آخر. الطفل اللي ينشأ في بيت يكون الأب فيه متسلط، يتخذ قرارات انفرادية، يأمر الجميع بالتزامها وبالأخذ بها وبالعمل على أساسها، لا يتوقع أنه ابنه في يوم من الأيام راح يطلع ما أدري، إلا إذا ما أدري بالمعجزة يعني، أكيد راح ينشأ هذا الطفل وهو مهزوز في شخصيته، وهو دائما ليس له القدرة على أن يتخذ القرار في حياته، دائما يبحث عن من يقرر له، يكون ضعيف، يكون مهزوز. بعكس الطفل اللي ينشأ في بيئة أخرى، الطفل اللي ينشأ في بيت يمارس فيه العنف، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعم هذا المعنى في نفوس الأطفال، في نفوس الشباب، يتعامل معاهم كأنهم كبار، يحترمهم، لأن كل ما تحترم أكثر كل ما أنت تزرع فيه الثقة. النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام كان جالس ومع شيوخ الصحابة، إلى يمينه كان جالس غلام صغير، فإجا واحد جاب هدية للنبي، شراب، نوع من أنواع الشراب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما شرب أراد أن يكرم الشيوخ باعتبارهم كبار، لكن الأصول والقاعدة أن يبدأ من اليمين، الحق لصاحب اليمين. فالتفت للغلام قال له: بني، أتأذن لي أن أبدأ بالشيوخ؟ قال: لا يا رسول الله، هاي كرامة أنه أنا أشرب وراك مباشرة، كرامة ما أتنازل بها لأحد، ما أثر بها أحد غيري أبدا. النبي هم احترم رأيه واحترم حقه وقبلهم كلهم، أعطى للغلام، شرب الغلام ثم أعطى. فالغرض الإسلام يحرص أن ينشأ الأطفال في بيئة بعيدة عن أي عنف، لا يمارس فيها العنف، لا العنف القولي ولا العنف اليدوي البدني اللفظي، لا، أي نوع من أنواع العنف سيؤثر سلبيا على نفسيات الشباب، وخصوصا تارة يكون العنف مع الطفل نفسه. طبعا إذا حصل العنف مع الطفل نفسه فأكيد سينفصل الطفل نفسيا عن أبيه، بعد ما مستعد يسمع من عنده. وإذا مورس العنف مع أم الطفل، والبعض ما يتورع أمام الأطفال، والطفل هم مو إحنا، هاي الأجيال الآن يقولون العلماء، علماء التربية يقولون أجيالنا هاي المعاصرة تمتاز بميزتين. الميزة الأولى الذكاء، عندهم ذكاء يختلف عن الأجيال السابقة. والميزة الثانية الحساسية، عنده حساسية، شايفين الأبناء ما يتحمل، ذكاء وحساسية، هاي تقتضي المراعاة. الطفل اللي يمارس العنف مع أمه بطبيعة الحال سينفصل عن أبيه نفسيا، بعد ما مستعد يسمع من أبوه، ما مستعد ينسجم مع أبيه. أي عنف سواء كان عنف لفظي أو عنف بدني
سينفصل عن أبيه. العنف الذي يمارسه الأب مع الأم أو الأم تمارسه مع الأب يترك أثرين. الأثر الأول هو في الحقيقة على من يمارس معه العنف، لأنه هدر لكرامة الأم، والكرامة الكرامة مو منحة حتى الإنسان بكيف يهدرها، وين يهدرها وين يبنيها وين يعطيها وين يمنعها وين، لا أبدا. الكرامة الكرامة حق إلهي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم. فالله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، كرم الأم، ويجي الأب يهدر هذه الكرامة، فهو تجاوز على كرامة الله عز وجل، تجاوز على كرامة ضرب الأم، التجاوز عليها، فهو أولا هدر لكرامة الله عز وجل، أضف إلى ما يترتب عليها من مساوئ ومن مواقف يوم القيامة، مواقف مو قليلة. النبي صلى الله عليه وآله، الحديث يروي الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ضرب زوجته خاطبه مالك خازن النيران، هذا المسؤول عن النار يوم القيامة، يخاطبه منه هذا اللي ضارب زوجته، فيلطمه مالك خازن النيران 70 لطمة في نار جهنم، كناية عن سوء المنقلب نستجير بالله. الإنسان الذي يتعرض ل، ويقول أبو موسى الأشعري تزوج امرأة اسمها زينب، في يوم من الأيام مار على جماعة فشاف واحد يضرب زوجته، فقال أبيات عنده، يقول رأيت قوما يضربون نساءهم شلت يميني يوم أضرب زينبا. مو من الرجولة أن الإنسان، أن الرجل يضرب زوجته. فإضافة إلى هذا الأمر الأول يجي الأمر الثاني اللي هو الأثر السلبي على نفسيات الأطفال. أنا قرأت إحصائية في بلد من بلداننا هناك بالشرق، يقول 70%، لاحظ النسبة، 70% من الأحداث الذين جنحوا للجريمة، الأحداث اللي هم دون السن القانونية، الذين جنحوا للجريمة يعني صارت الجريمة عندهم عادة، ممارسة طبيعية، يجنحون للجريمة، 70% منهم، السبب شنو؟ لأنهم عاشوا في بيئة، في بيت مضطرب، في عائلة مضطربة غير مستقرة، يعني يمارس بها العنف، يمارس بها الاضطرابات، التوترات، ما فيها انسجام، ما فيها محبة، ما فيها. فإذن الأمر الأول حتى نستطيع أن نبني الثقة في نفس أبنائنا، أولا أنه نجنبهم العنف بكل أشكاله، حتى يبقى عنده اعتداد بنفسه، حتى تكون شخصيته قوية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ألا نسمعه كلاما سلبيا. للأسف الشديد أن أغلب ما يسمعه أبناؤنا في كثير من الأحيان هو كلام سلبي. شوف الدراسة لأحد الأخصائيين في هذا المجال، عنده دراسة جميلة، يقول هو مسوي إحصاءات، يقول الشاب عندنا ذكر أو أنثى من الولادة إلى أن يصل إلى عمر 18 سنة يسمع 10,000 من الرسائل السلبية، أصوات كلام سلبي يوميا، يسمع كلام سلبي، غبي، ما فيك فائدة، ما تنفع، خيب الظني، ما أعرف، هاي الرسائل السلبية اللي يسمعها دائما الطفل، هاي الرسائل السلبية تحطم للطفل، هاي ما تبقي أمامه أمل، لأنه الطفل أنت لما تلقنه هو مثلا لا ينفع، هو ما أدري، لا يمكن أن ينصلح، هو أنت لما تسمع هاي الرسائل السلبية
هو ماذا يلقن عقل الباطني؟ يلقن أنه أنت خلص بعد عليه من تتعب وعليه من تدرس وعليه من أنت. أبوك قال عنك البعيد غبي، قال عنك أنك لا تنفع، قال عنك كلام سلبي، فيتقمص هاي الشخصية اللي يعني إحنا نصنع بهذا الكلام. يعني ابنك أنت تصنعه بهذا الكلام، إذا كان الكلام سلبي تصنعه سلبيا. يقولون واحد قال له أنت ذول الغلمان قبل يروحون للكتاتيب يتعلمون القرآن، أنت ليش ما تروح تتعلم معهم؟ قال لهم لا أريد أن أكذب والدي، لأنه دائما يقول لي أنت لا خير فيك، فما أريد أكذب، أنا أروح أتعلم ويصير بي خير، فخليني على الحال هذا. لأنه الكلمة لا تتصور كلمة تنطلق. الأمهات أتمنى يسمعون هذا المعنى، لا تتصورون الكلمة تنطلق وتروح وتنتهي ويروح أثرها وكذا، لا أبدا، هاي تروح تستقر وتتحول إلى سلوك وتتحول إلى نمط حياة. في يوم من الأيام من جميل ما يذكر في هذا الصدد، يذكرون قضية في حياة أديسون، توماس أديسون، هذا الرجل اللي بلغت اختراعاته بالمئات أو أكثر. يقولون في بدايته كان طالب فاشل، حتى أنه يذكرون في حياته، يقول في يوم من الأيام جاء إلى أمه يحمل ورقة ما يدريش مكتوب بها، المعلم منطيها، جابها إلى أمه، قرتها الأم فغرورقت عيناها بالدموع، قالت له بني ذولا يقولون هذا ابنك عبقري، وإحنا ما عندنا أساتذة بهذا المستوى اللي ندرس ابنك، لأنه هذا يريد له مستوى عالي جدا، فلذا قررت أنه أنا اللي أدرسك بالبيت، أنا ذولا يقولون إحنا ما نقبل ابنك بالمدرسة لأنه ما عندنا إمكانات لتدريسه، لأن هذا عنده ذكاء كبير جدا. وفعلا جابته بالمدرسة وظلت تدرسه، يقولون قام يبيع جرايد حتى يعيش أمه، وأمه تدرسه بالبيت، إلى أن أخذ يتدرج وأصبح من كبار العلماء والمخترعين. يقولون لما توفت والدته هاي المرأة الصالحة العاقلة، راح إلى الصندوق، صندوقها الخاص، فتحه لقى الورقة اللي أعطوه إياه يوم كان طفل. إيش مكتوب بيها؟ مكتوب بيها أنه ابنك هذا بدرجة من التبلد والغباء، بحيث أنه ما يفتهم شيء، ما نقول إحنا مدرستنا ما تقبل هذا ابنك. يعني هذا لو كانت مواجهته بالحقيقة بالكلام السلبي كان دمرته، ما كان صار أديسون، ولكن شفنا كهرباء، ولكن شفنا. فالكلمة لها أثر، نوعية الكلمة، نوعية الرسالة اللي تصل إلى الطفل لها أثر، لابد أن نسمعه الرسائل الإيجابية دائما دائما، خلي تكون رسائلنا إيجابية مع أبنائنا. إذن الأمر الأول الكلام، الأمر الثاني في الحالات القصوى أحيانا وفي حالات الضرورة نحتاج إلى متابعة أبنائنا، وين راح، وين إجا، شنو جاب، شنو أخذ، لكن بشرط أولا عند الضرورة مو دائما، والشرط الثاني أن لا ينتبه إلى ذلك، إذا عرف أنه هو متابع ومراقب خلاص انتهى بعد. تتابعه تراقبه من طرف خفي بحيث لا يعلم، بحيث لا يشعر بذلك، وعند الضرورة القصوى، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اللي يساهم في بناء الثقة في نفسه أنه نشركه بالتكليف. أبناءكم أبنائنا لابد أن يساهمون معنا في الحياة. يعني احنا عندنا مجموعة شباب في هذا المكان المبارك، ذول الشباب اذا نريد فعلا نمد جسور التواصل معهم لابد ان يكون لهم دور. يا اخي نكلفهم، احنا احيانا
ما عندنا ثقة بأبنائنا. بنائنا بس إحنا لأنه كبار نعرف، أما ابني لما هو أصغر مثلا أتصور أنه لا يجيد شيء، والحال أنه ربما يجيدون أفضل مما نجيد. ترى لا نستهين بهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتمد في أمور هامة جدا، أمور مصيرية، كان يعتمد على شباب صغار فيهم كفاءة. أسامة بن زيد كلفه رسول الله صلى الله عليه وآله بقيادة جيش المسلمين، جيش عرمرم، ورايح إلى قتال الروم في تخوم فلسطين. أمر على الجيش أسامة، أسامة عمره 18 سنة، وتصوروا آخر سنة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. أغلب الصحابة كبار السن كانوا، حتى صار لغط في أوساطهم أنه كيف يؤمر علينا هذا الغلام. فالإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب عليهم، قال لهم أنتم إذا ترفضوا فلقد رفضتم أباه من قبل، وأنه لقمين بالإمارة، يستحق الإمارة، عنده كفاءة. ما تردد رسول الله صلى الله عليه وهو المعلم الكبير أن يؤمر أسامة بن زيد. وفي مواقف أخرى أيضا كان اعتماد على الشباب حديثي السن، عندهم تجربة، عندهم طموح، عندهم نشاط، خلي نستفيد من عندهم، خلي نشركهم بالتكليف. حتى بالبيت، بالبيت خلي نشرك أبنائنا بالتكليف. تعال بابا احنا عندنا القضية الفلان، أرد أشتري القضية الفلان، شنو رأيك نشتري هذا لو هذا، شنو رأيك نعمل هذا لو هذا، شنو رأيك البرنامج بالويكند نعمل كذا برنامج لو كذا برنامج. اشركوه، هذا يعطي ثقة بنفسه، هذا يبني شيد الثقة بنفسه، هذا يخليه يعتز بنفسه. من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. الإنسان إذا كانت عنده، الشاب إذا كانت عنده ثقة بنفسه سيتخذ مواقف مبهرة. بنائك الشباب يوم عاشوراء لما اتخذوا تلك المواقف البطولية اعتباطا، الشاب المهزوز في نفسه، ثقته مهزوزة بنفسه، ما عنده قدرة أن يتخذ موقف، خصوصا مواقف من هذا القبيل. علي الأكبر سلام الله عليه بمجرد أن يرى القضية، مو خاصة بعلي الأكبر لأنه ابن الحسين سلام الله عليه، شباب كثيرون، أغلب الشهداء يوم عاشوراء كانوا من الشباب، القاسم ابن الحسن اللي لم يبلغ الحلم. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه كان يتألم روحي فداه لما يشوف ذولا بأعمار الزهور وهم مضرجين بدمائهم. جمعهم الإمام الحسين علي الأكبر لأنه عمل خيمة للهاشميين وخيمة لأصحابه، فكان يجمعهم. أول من سقط من الهاشميين هو شيخ الشباب علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، ثم توالى بنو هاشم، القاسم بن الحسن، أبناء الإمام أمير المؤمنين، أبناء الإمام الحسين روحي فداه من الشباب، أبناء الإمام الحسن، أبناء مسلم ابن عقيل، أخوة العباس، كلهم شباب صغار، يجمعهم الإمام الحسين روحي فداه في صعيد واحد. ثم جلس يتصفح وجوههم بين من قطع الموت أنينا ومن صافح التراب جبينا. غريب عن أوطانهم وديارهم، تنوح عليهم في البراري وحوشها، يا هنا يمغسل الشبان بهداي 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 دمي
تصب عليهم الماء مولد وعزيز وجلعة حماي. النساء أيضا لما جاءت الحوراء زينب ومعها موكب من النساء جلسنا عند جثامين الشهداء عند الأكبار عند القاسم كل أم توجهت إلى ولدها. نعم ليلى توجهت إلى علي الأكبر تقول له يا ابني يا ابن الغتب وياك شفيد شفيد يا نور عين فراقك مجيد يا يا الفريد وحيد يا ابن من ابن الوالد تريد الشقول من تجل شبان بالعيد بالعيد شبان شبت وياك موليد ضايع من أم بليلة العيد بني اقتطعتك من موجتي على ما قطعت جميل الوصال يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله تقبل أعمالنا بأحسن قبولك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته لا سيما المنظورين منهم. اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية يا الله. كن مريضة وصونا بالدعاء لا تنسوا في صالح دعواتكم جزاكم الله خير. اللهم لا تدع لنا حاجة إلا قضيتها يا الله ولا دينا إلا قضيته يا الله ولا فاسدا من أمورنا إلا أصلحته. اللهم وفق شبابنا وبناتنا للخير والعمل الصالح. اللهم أهلنا في العراق لا تسلط عليهم من لا يهابك ولا يرحمهم اجعل كلمتهم هي العليا وكلمة أعدائهم هي السفلى. اللهم وفق شبابنا وبناتنا للخير والعمل الصالح. المؤسسين لهذا المجلس تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك إلى أمواتهم وأمواتنا جميعا وإلى من مات على الإيمان لا سيما إلى أرواح مراجعنا علمائنا شهدائنا خصوصا إلى أرواح شهداء المقابر الجماعية. رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.